بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بكم، أتمنى لكم التوفيق وتيسير الأمور في الامتحانات. شد حيلك يا بطل، أنت خلاص بتفنش، أنت كده بتخلص ورقك عشان تنجز وتخلص ثانوية عامة بحلوها بمرها. أنت خلصت الحمد لله رب العالمين على خير. أتمنى إنك ما تفكرش كتير في الامتحانات اللي فاتت. العربي كان صعب، لا ده الكيمياء سهلة، ده أسئلة من بره. سيبك يا عم من اللي فات، اللي عدى ده شكرا، اقفل صفحته وفكر في اللي جاي. ما تخليش تفكيرك في الحاجات اللي عدت عليك تضيع منك درجات، انت ما انتش عارف نصيبك فين بالظبط. انت اعمل اللي عليك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، والامور هتمشي زي الفل. زي ما انت عارفين، احنا اتفقنا ان احنا هنعمل مراجعه كده سريعه في الايام دي، من النهارده لحد يوم الجمعه، وحتى يوم العيد هننزل فيديوهات ان شاء الله رب العالمين، بحيث ان انت تذاكر شويه انجليزي مع الفيزياء. انصحك انك ما تسيبش الفيزياء وتذاكر انجليزي بس، وده كلام يبقى مش منطقي. انت بتذاكر فيزياء عادي جدا زي ما انت بتذاكر، وبعدين حسيت انك زهقت من الفيزياء فعايز تغير مود، وطبعا ما ينفعش تغير مودك بماتش كوره في امتحانات، يبقى كده انت بتهزر. فهتغير مودك بفيديو نص ساعه مثلا، شويه انجليزي، شويه ما اعرفش ايه كده يعني. فعشان كده الفيديوهات كلها ان شاء الله رب العالمين ما بتعديش النص ساعه لحد النهارده كده، لحد دلوقتي انا متمسك بالامر ده. اللي نزل لحد دلوقتي يا شباب في المراجعه النهائيه رقم واحد في مذكره قواعد، نزلت المذكره دي انا كاتبها كانك قاعد قدامي وانا بخاطبك، بركز لك فيها على اسئله القواعد وافكار القواعد الصعبه والسهله، وكل الافكار هتلاقيها موجوده فيها. الحاجه الثانيه اللي نزلت امتحان من امتحانات المعاصر اللي هم ال 20 امتحان. انت عارف ان المعاصر عمل بوكلت فيه 20 امتحان، نزلت منه امتحانين، الامتحان الاولاني والامتحان الثاني. عايزك تعرف كده يقينا ان كل امتحان بنزله بنزل الرابط بتاع الامتحان ده في الوصف على شكل امتحان الكتروني، وده مش شغل، ده شغل كتاب المعاصر هو اللي عمله، وعامل عليه كود انك انت تتصور الكتاب وتدخل تمتحن. فانا عشان اريحك في الحوار ده كله كده جمعت لك اللينكات ونزلتها، فكل امتحان هتحله حضرتك وهتلاقيني منزله هتلاقي الامتحان ده موجود في الوصف، اضغط على الرابط وادخل حل الامتحان ده لوحدك واسمع الفيديو الجزئيه اللي انت عايزها. طيب هو انا لازم اسمع الفيديو كامل؟ لا مش لازم تسمعه كله. انت جربت تحل الامتحان مثلا طلع فيه خطا في السؤال رقم 20 ومش فاهم ليه، تعالى جايب الفيديو على السؤال رقم 20 وافهم. ظبط وقتك كده ودير وقتك بالشكل اللي انت شايفه مناسب بالنسبه لك. الفيديو ده ان شاء الله هنحل مع بعض فيه اسئله الرايتنج من خمس امتحانات ورا بعض. كل سؤال، كل امتحان يا شباب فيه 8 اسئله، واحنا هنحل خمس امتحانات، يعني كده معانا 40 سؤال على الرايتنج. انا عامل تركيز شويه على الرايتنج في الفتره دي علشان الرايتنج ده سؤال جديد علينا، و8 اسئله اعتقد ان هم مضمونين تماما، فخساره يضيعوا. وتعالى نبدا بسم الله. اول سؤال بيقول لي which example would not have a period at the end. انت عارف ان period او dot دول اللي هم الفول ستوب، النقطه يعني، ايه من دول المفروض ما نحطش اخره؟ خد بالك wouldn't، المفروض ما نحطش في اخره نقطه. اول واحده I wonder if you could do me a favor، دي جمله خبريه اخر نقطه فده صح. طيب why she refused to marry him is still a secret، سبب رفضها لزواج منه ما زال سرا، دي جمله خبريه برضو اخر نقطه فدي صح. A book is my best friend، الكتاب هو أفضل صديق بالنسبة لي، جملة خبرية فديت محتاجة نقطة يبقى صح. What bad luck، يا له من حظ سيء، دي محتاجة exclamation mark لأن دي بتعبر فيها عن مشاعرك السيئة وخوفك وانزعاجك من شيء معين، فده محتاج exclamation mark، وبالتالي الإجابة رقم دي. طب ليه؟ لأن بيقول لك مين في دول المفروض ما نحطش آخرها نقطة، كل دول آخرهم نقطة. وبالمناسبة قولينا بنراجع سريعا كده، مش هكتر في الكلام، ولكن عايز أقول لك إن الجملة اللي بتبدأ بـ I wonder if، وكاتب لك ده في المذكرة وركز عليه. لما تلاقي الجمله بدأ باي وندر اف اعرف ان دي جمله خبريه اخرها نقطه. طب لما نبدا الجمله باي اداه استفهام وبعدها فاعل اعرف ان دي جمله اخرها نقطه. لكن لو انت قلت لي واي ديد شي ريفيوز تو ماري هيم، فانت محتاج علامه استفهام في الاخر لانك جبت لي اداه استفهام فعل مساعد فده سؤال، لكن اداه استفهام فاعل فجمله خبريه اخرها نقطه. وندخل على اللي بعده. تشو ذا سبورتنج سنتنسز بسرعه كده، عايزين نفتكر اي ترتيب البراجراف، افكار البراجراف. اول حاجه في البراجراف بتكون توبيك سنتنس، وبعدها بتكتب سبورتنج سنتنس سنتنسز، وبعدين في الاخر بتكتب كونكلوجن سنتنسز. التوبيك سنتنس الاول هو بقى بيقول لك هنا اختار السبورتنج سنتنس اللي تنفع للتوبيك سنتنس دي. التوبيك سنتنس بيقول لك اي هاف تو لوك فور انذر فلات، عايزك تفهم كده وتبقى شطور. كلمه سبورتنج سنتنسز معناها انك هتديني امثله او هتديني تفاصيل او هتديني اسباب او هتديني احصائيات هتشرح يعني. فانت بتقول اي هاف تو لوك فور انذر فلات، لازم ادور على شقه اخرى. طيب وتكمل كلامك وتقول لي اي ام لاكي ذات اي هاف اي ستيل هاف ا فلات، انا محظوظ ان انا لسه عندي شقه. ما ينفعش الكلام ده كده، مش منطقي. انت بتقول لي لازم ادور على شقه ثانيه، انا عندي شقه ومحظوظ ان انا عندي شقه؟ لا طبعا. ذا نيبرز ار فيري انترفيرنج، يعني جيراني بيتدخلوا في شؤوني. اه ينفع، ركب الكلام على بعضه. انا لازم ادور على شقه اخرى، اصلي جيراني بيتدخلوا في حياتي. اه ينفع. طيب شوف اللي بعدها، شوف انا بعمل ازاي، اعمل زي بعد كده لما تيجي تحل السؤال اللي زي ده. انا لازم ادور على شقه اخرى،
اصلي احنا الان عندنا طفل تاني، والشقه اللي احنا عايشين فيها اليومين دول صغيره وما ينفعش ان احنا نقعد فيها لوحدنا كعيله، يبقى دي كمان صح. يبقى كده بي وسي الاثنين ينفعوا، يبقى بي اند سي الاثنين ينفعوا فعلا. السؤال اللي بعد كده، I got the question wrong. قبل ما احل السؤال ده يا صديقي عايزك تفهم حاجه كده سريعا. لما تقول لي مثلا I am wrong، دي معناها انا مخطئ. فكلمه wrong هنا حضرتك عارف ان هي adjective، صفه. ايه اللي عرفك ان adjective؟ ما انت بتقولي انا اكون مخطئ. طيب الحاجه الثانيه، لما اقول لك مثلا you did it wrong، هنا wrong دي مش صفه، هنا wrong دي adverb يعني ظرف. طب ايه اللي عرفك انها ظرف؟ اصل كده انت بتوصف الفعل، انت بتقولي انا اديت ذلك بشكل خاطئ، الاداء هو اللي كان بشكل خاطئ. فكلمه رونج يا شباب ممكن تيجي صفه وممكن تيجي ظرف. طيب احنا بقى سؤالنا اللي هنا عايزك تعرف بيقول لك ايه بقى؟ I got the question wrong، انا فهمت السؤال بشكل خاطئ. فكلمه رونج هنا عباره عن ايه؟ عباره عن ظرف يعني عن adverb. طيب هنا بقى بيقول لك which word is an adjective؟ ايه الكلمه اللي صفه هنا؟ ولا كلمه من دول صفه. يا ترى كلمه got دي verb حضرتك. The question أنا فهمت السؤال يبقى السؤال ده مفعول. Wrong هنا دي ظرف مش صفة، وهو بيقول لك إيه الكلمة الصفة؟ يبقى كده no correct choice، مفيش ولا واحدة من دول صح. طيب سما said that she would have fish. سما قالت إن هي بتحب أو تفضل أن تتناول السمك. But I said I would prefer chicken. أنا فاهم يا مستر وحافظ وعارف إنك قلت لي قبل كده كلمة yet وكلمة but والكلمات اللي زيهم في نص الجملة بيكون قبلها كما، بس بشرط انها تكون جاية في نص الجملة، ده رقم واحد، وبشرط ان هم يكون بعدهم جملة سليمة. يعني ايه؟ انت هنا قلت لي بط فاعل وبعدين فعل وكملنا، فعشان كده انا عايز قبل بط كما، وبالتالي هنا هنكتب كما. طب مش فاهم يعني ايه لازم يكون بعدهم جملة سليمة؟ يقول لك I don't meet عمر، انا ما بقابلش عمر but Sam. هنا كده دي غلط. ليه؟ لان بط ما فيش بعدها جمله سليمه، فانت بتقول لي في الجمله هنا انا ما بقابلش عمر ولكن اقابل سام، فما قلتليش ولكن اقابل سام، ما عملتش جمله سليمه، وبالتالي بط جبنا بعدها اسم فقط مش جمله سليمه، فما نعملش الكما. ركز في دي كويس. طيب اقول لك مثلا هي، اسمع مني كده الجمله دي كمان عشان عايزك تفهم الحاجات دي ومش هنكتر، انا عارف ان وقتك غالي بس معلش اعذرني. اقول لك هي از كايند، هو راجل عطوف بط شاي. افهم كده، انت قلت لي هو راجل طيب وعطوف ولكنه خجول، بط هنا جبنا بعدها جمله؟ لا ما فيش بعدها جمله سليمه، ما ينفعش نحط قبلها كما. طب لو انت قلت لي هي از كايند بط هي از شاي، بعد بط جبت لي جمله كامله، فانت محتاج هنا كما. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى 46 كده قلنا محتاجين كما. طيب رقم 47، luckily لحسن الحظ. طبعا انت عارف ان luckily و unluckily و fortunately و interestingly اي كلمه من دول في اول الجمله فهي ظرف ولازم يكون بعدها كما. السؤال بقى بيقول لك الكلمه اللي تحتها خط دي عباره عن ايه؟ عن sentence adverb يا عم خلاص. Which of the following sentences has a perfect punctuation؟ ايه الجمله الصح في الترقيم في الجمل ديت؟ قبل ما احل الجمله دي انا عارف يا مستر ان كلمه اف واي رابط في الدنيا بيجي في اول الجمله، بنعمل في نص الجمله كما، وفي اخر الجمله بنحط نقطه لو هي خبريه في لو النص ده خبري، ونحط علامه استفهام لو النص الثاني ده سؤال. طيب هنا الجمله بدات باف، يبقى اف يو دونت جو كما في النص، دونت كومبلين ليتر، وفي الاخر نقطه، يبقى رقم ايه دي اللي صح؟ طب ليه الباقيين غلط؟ الباقيين غلط لانك عارف كويس وفاهم ان كلمه بليز لما نبدا بيها في اول الجمله بنعمل كما. طيب كلمه بليز لو جبناها اخر الجمله بنعمل قبلها كما. طيب لو احنا قلنا مثلا يا من فضلك يا عمر، ودي حته مهمه عايزك تفهمها ومعلش استحمل احنا بنكتر شويه في الكلام، عايز اقول من فضلك يا عمر، فاقول لك بليز كما عمر كما open the door، open the door. عايزك تفهم ان الكما دي بتاعت بليز والكما دي بتاعت النداء، كانك بتقول له من فضلك يا عمر. حلو كده. طب عايز اقول لك بليز open the door على طول، فاقول لك بليز والكما اهي، وبعدين اقول لك open the door. حلو الكلام. طيب يعني هنا كما واحده عشان بليز، لكن لما يكون في منادى بنعمل كما للمنادى وكما لبليز. نرجع لموضوعنا. What is the last، طبعا احنا ما كملناش رقم بي الاول، قلنا بليز عايزه كما بعديها، وهنا برضه عايزه كما بعديها. If you don't go، وبعدين عمل لك دي، المفروض هنا كانت تبقى كما مش سيمي كولون، وبالتالي دي غلط. رقم 49، What is the last sentence of a paragraph called؟ اخر جمله، عايزك تفهم اخر جمله في الباراجراف اسمها ايه؟ اسمها closing او concluding sentence، يبقى اسمها the closing sentence. طيب what do we call the middle paragraph؟ الباراجراف اللي في النص. مستر فكرني. حاضر يا فندم. اول باراجراف بيكون عباره عن introduction، وبعدين في بودي، والبودي ده ممكن يكون باراجراف 2 3 4 على حسب ما انت عايز، وفي الاخر خالص في conclusion. بيقول لك ايه الباراجراف بقى؟
الميدل اللي في النص اسمه ايه؟ اسمه بودي، يبقى بودي باريجرافس. خد بالك وقال لك باريجرافس ازاي عشان عارف انها كده كده هيكون باريجرافات كتير جمع يعني. سريعا الانترودكشن ما بيكونش فيها تفاصيل، الانترودكشن بتحتوي على حاجه مهمه جدا اسمها سيسز. البودي بيكون فيه التفاصيل اللي نفسك فيها تكتبها كلها في البودي. التوبك سنتنسز، التوبك سنتنسز دول مكانهم بيكون في كل الباريجرافات ما عدا الانترودكشن. الانترودكشن بيكون فيها سيسز، والتوبك سنتنسز دول بيكونوا في كل باراجراف بيبدا بتوبك سنتنس. التوبك سنتنس لازم تكون مربوطه ولها علاقه بالسيسز. يعني ايه؟ مش فاهم، انا عايز اكتب عن تكنولوجي. حلو، دي كده اسمها سيسز. كل توبك سنتنس هكتبه لازم يكون مربوط فيها. فاقول لك مثلا توبك سنتنس في الباراجراف الاولاني اهميه التكنولوجيا، الباراجراف الثاني عيوب التكنولوجيا، الباراجراف الثالث ازاي نستخدم التكنولوجيا. كل واحد من دول اسمه توبك سنتنس. طيب الكونكلوجن ما ينفعش يكون فيها تفاصيل يا شباب، بنعمل فيها ريستيتمنت للي احنا قلناه كله. نستعين بالله كده وندخل على السؤال الموجود في الامتحان رقم 2، ده تيست 2. انا ماشي بسرعه، انا عارف ان انا ماشي بسرعه، بس عشان نلحق نخلص كميه كبيره في نفس الفيديو. بقول لك when you know the person well، عايزك تفهم كده. لما تكون انت بتكتب ايميل لواحد وانت عارف الشخص ده كويس، فهتقول له dear sir. لا، dear sir دي في الفورمال ايميل، لما تكون انت بتكلم واحد وهو مش صاحبك. dear madam، عزيزتي يا مدام يعني، ده برضو لما تكون انت بتكلم واحده صاحبتك. dear sir or madam لما تكون بتعرف حد، انت بتكلم حد انت عارفه. ها يعني اهلا. بقولك لما تعرف الشخص كويس انت بتستخدم مين عشان تبدا الايميل؟ الافضل انك تقول له هاي، يعني هاي ازيك، هو فاهم خلاص يا ازيك يا عمر. لكن دير مدام دي هي انفورمال، ولكن لحد انت بتحترمه شويه. دير سير اور مدام برضو انفورمال، بس انت تكتبها لحد كبير، حد ما هوش صاحبك مثلا. تشوز سبورتنج سنتنسز، اختار السبورتنج للتوبك سنتنس دي. عايزك تقرا الجمله وتحطها وبعدين تركب بعدها كل واحده من دول وتشوف مين اللي هتليق عليها. A student needs to know ideal ways to study. الطالب محتاج يعرف الطرق الممتازة يعني عشان يذاكر. Cheating in a group can be helpful. الغش ممكن يساعده. طبعا دي ما تنفعش لا منطق ولا عقل. Staying up late doesn't help learning or test scores. بقول لك انك تسهر طول الليل تذاكر ده مش هيساعدك انك تتعلم. ما هي دي طريقة من طرق المذاكرة. طب making mistakes is unimportant to success. بقول لك انك ترتكب اخطاء ده شيء مش ضروري، مش مهم في النجاح. ولا هاي بينج جوب، الوظيفة اللي مرتبها عالي requires، بتتطلب منك شهادة جامعية. طبعا انت لما قرأت الاربعة دول ولا واحدة لها علاقة بالطرق الاساسية والطرق الممتازة في المذاكرة، الا انك بتقول له بص افضل طريقة في المذاكرة انك ما تسهرش طول الليل، نام بدري واصحى بدري. Before you send an email، قبل ما تبعت الايميل لازم تاخد بالك من ايه؟ Make sure you have the correct email address. لازم تبقى عارف الايميل صح. ماما انا لو انا بكتب ايميل لواحد اسمه عمر وكتبت عمر ده مثلا انا عايز ابعت له على الياهو وكتبته له في الهوت ميل، فكده غلط، فبالتالي تبقى دي صح معانا. Reread the email، لازم تقرا الايميل قبل ما تبعته. Aloud، لا Aloud دي غلط، هي اللي بوظتها، انك تقرا الايميل بصوت عالي، ما هو انت هتسمع الناس. Make sure you message your message will make anyone feel bad. اتاكد ان الرساله دي هتخلي اللي انت بعتها له يشعر ان هو متعصب وزعلان، يبقى انت بقى تشتمه، وبالتالي كده كلهم غلط ما عدا الاولى. قبل ما نبدا في الايميل عايزك تعرف ان لما اقول لك مثلا الايميل ده انا بعته لهاني ات ياهو، الحته دي مهمه جدا عايزك تعرفها. هاني ده اهو ان النيم الاسم، ياهو دي اسمها دومين. يعني ايه دومين؟ دومين دي معناها مجال او مدى. فانت لما تبعت لي على الياهو، الياهو دي اسمها دومين. طب لو انت تبعت لي على الهوت ميل اسمها دومين. لو انت بتبعت لي في الفيسبوك، الفيسبوك ده اسمه دومين. طب على الجيميل، الجيميل ده اسمه دومين. طب الهاني وهيثم وعلي وعمر ده اسمه نيم. وخد بالك ايه اللي سيبرتس، اللي بيفصل الدومين عن الاسم؟ العلامه دي اللي اسمها ات. ركز عشان الكلام ده انت هتحتاجه كويس جدا. طب الرساله بكتبها فين بالظبط في الايميل؟ في البودي. ما هو انت عارف احنا بنكتب سريعا راجع معلش تو وبعدين فروم وبعدين اباوت، او ساعات بنسميها سبجكت، وبعدين بنيجي هنا نكتب دير فلان، وبعدين نكتب الكلام اللي احنا بعتناه له، وفي الاخر خالص بنكتب له يورس سنسرلي لو انا بعت لحد يعني فورمال، او اكتب له سي يو سون لو انا بعت لواحد صاحبي. تو دي عايزك تفهم الكلام ده وتركز فيه، بنكتب فيها الايميل بتاع الريسيبنت ايميل. يعني بكتب الايميل بتاع المتلقي، ما بكتبش اسمه. خد بالك انا بكتب مثلا علي ات جيميل، ده اسمه ايميل مش اسم، بالرغم انك اسمك مكتوب. فروم من بكتب اسم السندر اللي هو المرسل، السندر ايميل. خد بالك عشان لما يجي يقول لك في الحته بتاعت فروم احنا بنكتب السندر نيم ولا السندر ايميل؟ لا، بنكتب السندر ايميل والايميل في اسمه. About وسبجكت دي بنكتب فيها الموضوع اللي احنا بنبعت عنه. طيب بكتب له دير واعمل بعدها كما، ولازم الكما تبقى موجوده. دي بيسموها سوليوشن. يعني ايه؟
التحية اللي انا باعتها لفلان الفلاني فبحييه الاول. هنا بقى البودي اللي انا بكتب فيه الرسالة كلها، وفي الاخر بختم، ودي اسمها الخاتمة يعني. Which choice is the correct start for the following sentence؟ الجملة دي مين في دول ينفع نحطها في اول الجملة؟ The ولا it is the؟ It is the يعني انها، the يعني طبعا ال، that the دي معناها السبب في ان، ترجمها كده there is يعني هناك. انت بتقول لي rate of educated women، معدل النساء المتعلمات تضاعف منذ عام، منذ سبعينيات القرن العشرين، يعود الى ان او مرتبط ب تعليمهم. فانت المفروض تقول لي ان السبب في ان معدل النساء تضاعف ده، السبب ده بيعود الى تعليمهم، وبالتالي ذات دي الاجابة الصح. The conclusion of an essay، الconclusion اللي هي الخاتمة، والخاتمة دي ساعة ما تيجي قدامك كلمة الخاتمة انت بيجي في ذهنك على طول كلمة restatement. يعني ايه restatement؟ انك تكتب تاني اللي انت كتبته. وعادك تفتكر كمان حاجة مهمة جدا، السيسز يا شباب بتظهر مرتين اتنين، مرة في الانترودكشن ومرة في الكونكوليوجن، بس بتكون مكتوبة بلغة مختلفة وبساينيمز وانت وديفرنت لانجوج. طيب الكونكوليوجن بقى عايزك تعرف انك استحالة تكتب معلومات جديدة في الكونكوليوجن، مفيش معلومات جديدة تكتب في الكونكوليوجن اطلاقا، مفيش تفاصيل بنكتبها في الكونكوليوجن. وركز، طيب بقول لك الكونكلوجن ديت اللي في المقال should include last minute ideas، بيكون فيها اخر افكار واعتقادات للمستقبل، مفيش افكار بتتكتب في الكونكلوجن يا شباب. الكونكلوجن بتكون عباره عن restatement، انت بتكتب اللي كتبته. have restatement of the topic sentence، be an assessment، تقييم، هو انت ينفع تقيم نفسك؟ انا بكتب مقال وفي الاخر اقول انا اعتقد ان انا كتبت مقال عظيم وانت استمتعته، فطبعا دي مستبعده تماما. بي اونلي وان سنتنس، مش لازم اعرف او مش لازم احدد هما كام جمله، ممكن اكتب جمله 2 3 4 7 10 على حسب اللي انا كتبته في باراجراف، وبالتالي الاجابه نمبر بي. ويتش سنتنس هاز ذا كوريكت اندنج بانكتويشن، ركز في الكلام كويس، اندنج يعني تركيزك على الاخر. وين يو ريتش، من غير ما تقرا كده يا مستر، انت قلت لي اي جمله تبدا برابط يا مستر؟ عايز في نص الجمله يكون فيها كومه واخر الجمله يا اما نقطه يا اما علامه استفهام على حسب النص الثاني ده هو. طيب على سبيل المثال when you reach a solution، عندما تصل الى حلا، كما tell me، اخبرني، جمله خبريه، يبقى رقم ايه اللي صح؟ طيب افرض ان الجمله مكتوبه when you reach a solution وبعدين كما would you like to tell me، وعلامه استفهام لانك انت عملت النص الثاني جمله، فخليك واد مرن. what is the supporting detail، السبورتنج ديتيل اللي تنفع للجمله دي؟ لا ده تعريف السبورتنج ديتيل. طب ما تيجي نشوف الاربع جمل دول ونشوف تعريف مين دول بالظبط. سيريز اوف باراجرافس، سلسله من الباراجرافات اللي بتكون عن وان مين ايديا، سلسله من الباراجرافات، فروح جاي في ذهنك مباشره الصوره اللي كانت كده، ادي باراجراف وادي باراجراف وادي باراجراف وادي باراجراف، مين ده يا عم اللي احنا كتبناه ده؟ ده الايساي. يبقى سلسله من الباراجرافات عباره عن ايساي، يبقى ده تعريف الايساي. طب الجمله الثانيه سيجنال ووردز، دي من ساعه ما تلمحها كده سيجنال ووردز دي اعرف ان هي مقصود بيها اتران ترانزيشن، على طول كلمه ترانزيشن تيجي في ذهنك، ترانزيشن اللي هي الكلمات اللي احنا بنحطها في الجمله زي كلمه بات واند وبيفور والقصه دي. وما تقلقش هنشرح لك سؤال في فيديو تاني الرايتنج كل التفاصيل. طب ريزنز واكزامبلز، الاسباب والامثله والتفاصيل دي كده بالظبط اسمها سبورتنج. ما هو انت عارف ان السبورتنج دي عباره عن ايه؟ لو انت فاكر جمله الواد اللي كان بيقول لك انا لازم ادور على شقه وبعدين بدا يديني الاسباب، اصل احنا عندنا عيل تاني ولازم ندور على مكان اوسع، فدي سبورتنج، فالاجابه كده رقم سي. طيب ايه اللي اواي تو كونكلود باراجراف، طريقه بنختم بها الباراجراف؟ دي الكونكلوجن، وعايزك تعرف ان كل باراجراف بيكون فيه كونكلودنج سنتنس. رقم 50 انوات ايساي از استوري، عباره عن قصه. من الباراجراف اللي عباره عن قصه؟ ما انت عارف ان احنا زمان لما كنا بندرس قصه كان يقول لك هو از ذا ناريتور اوف ذا ستوري، يعني من الراوي بتاع القصه، فكلمه ستوري وكلمه ناريشن مربوطين ببعض، فستوري تروح مختار ناريتيف على طول وانت مغمض عينك. ندخل سريعا على الامتحان الثالث، الاسئله اللي احنا اللي ظهرت قدامك دي الموجوده في التست نمبر 3 في الكتاب المعاصر. سريعا كده this is a well prepared meeting، من غير ما تفكر انت عارف ان well organized يعني معناها جيد التنظيم، لازم في النص كده شرطه، الشرطه دي لازم تبقى موجوده، لو مش موجوده يبقى غلط. زي ما تقول مثلا friendly looking man، يعني رجل من منظره كده يبدو ان هو رجل ودود. زي ما تقول مثلا semi colon، خد بالك الشرط لازم تبقى موجوده اسمها هايفن. زي ما نقول مثلا سيمي فاينل اللي هو نصف نهائي لازم تبقى موجوده، انتبه للكلام ده كويس. زي ما نقول سو كولد مانجر يعني المدير المدعى، يعني اللي انت مش مقتنع بيه فتقول ده اسمه مدير ده. المهم فاحنا محتاجين هنا الشرطه دي اللي اسمها هايفن، ولازم تبقى عارف اسمها بالانجليزي شكلها.
ايه من الجمل دي has perfect punctuation؟ ايه البنكتويشن السليم؟ الجمله دي على كلام مباشر وغير مباشر ملحوظه سريعه كده، كلمتين واقفين في زوري. لما نيجي مثلا في جمله نقول منى سيد اي ام تول، عشان ما نكترش في الكلام، عايزك تعرف حاجه ان الجمله كده بالمنظر ده لازم نحط النقطه هنا. بص ركز معايا كده، منى سيد لازم يكون بعدها كما، لازم تعمل كما بين منى سيد وبين الجمله نفسها، وكل ترقيم هتعمله لازم يكون جوه علامات التنصيص. يعني ايه؟ انك انت قلت لي ايام طول والنقطه جوه الاقواس، ما ينفعش تحطها بره. اي بنك اول ذا بنكتويشن ماركت شود بي هير، في الحته دي كده لازم نحطها في النص. لو طلعنا النقطه بره لا يبقى غلط. طب دي واحد. طب انا لو قلت لك مثلا اي ام طول منى سد، هنعمل برضو الكوما هنا بعدها؟ لا هنعملها قبلها. فعايزك تفهم، لو انت قلت لي منى سد في الاول تعمل الكوما بعدها، طب لو قلتها في الاخر تعمل الكوما قبلها. دي حته. طب في السؤال يا شباب، لما نقول سامي اسكيد وتعمل كوما علامه الكوما كده وتقول وير از علي وتعمل علامه الاستفهام الاول وبعدين تقفل، ما تقفلش وتعمل علامه استفهام بره، خليك شاطر. دي حته بقى مهمه جدا عايز تعرفها، واعتقد انا ما شفتهاش غير في كتاب جينيوس. طيب احنا قلنا سامي اسكد ولا سامه مش فاكر كانت مين دي، خليها سامي اسكد وعملنا الكوما بعدها. طب افرض انت بتقول لي وير از عمر وعلامه الاستفهام الجميله وقفلنا الاقواس، وهنا قلنا اسكد سامي. خد بالك احنا ما عملناش هنا كوما. لاحظ انك انت لو قلت لي اسكت في الاول تعمل الكوما، طب لو هنقول اسكت في الاخر ما تعملش الكوما. نرجع لموضوعنا، انت بتقول ذا ستاديوم اناونسر سيد، وبعدين المفروض هنا يكون في كما والكلام وفي النقطه في جوه الاقواس. طبعا دي غلط عشان دي كولون، هنا محتاجين كما ما عملش حاجه خالص فدي غلط. هنا في كما وفي الاخر خالص نقطتك جوه، يبقى الجمله رقم سي اللي صح. طب رقم دي عامل لي هنا سيمي كولون، واحنا بنعمل قايمه عشان نعمل سيمي كولون، يبقى رقم سي اللي صح. طيب الجمله اللي بعد كده 45 ادفرب، عايزك تفهم حاجه كده وتبقى شطور. انت عندك كلمه اسمها ادجكتيف وعندك كلمه اسمها ادفرب. لما نقول شي مثلا started early، يعني هي بدأت مبكرة، هو ايه اللي مبكر؟ البداية. فالearly دي بتوصف تصف الفعل. طيب لما نقول well paid jobs well paid jobs، يعني ايه well paid jobs؟ يعني وظائف جيدة الراتب. يعني نقول مثلا badly paid jobs برضو، عايزك تعرف ان well دي well ظرف. طيب كلمة adjective بقى، انك تقول لي مثلا she is smart، يعني هي ذكيه. سمارت ذكي، بيوصف مين اللي ذكي؟ از ولا شي؟ لا شي. فعايزك تفهم ان صفه بتوصف الاسم او الضمير، لكن الظرف بيوصف الفعل. هنا بقى بيقول لك الادفرب ده عباره عن ايه؟ هتروح انت قايل له a word that gives more detail about verbs اللي هي رقم دي. امال ايه الورد اللي اكسبريس اكشن اور ستيت اوف بينج؟ ده الفيرب على طول، الكلمه اللي بتوصف الحدث. هي بلايز يعني هو بيلعب. ايه الاكشن اللي هو اللي بيحصل دلوقتي؟ اللعب. طب الكلمة اللي بتديني تفاصيل أكتر عن الاسم يبقى ده الصفة على طول. طب a person, place, thing or idea، الشخص أو المكان أو الشيء أو الفكرة، ده تعريف الفاعل. طيب المهم نرجع 46، name the part of speech، الكلمة اللي تحتها خط ديت اسمها إيه من وفقا للبارتس أوف سبيتش؟ يعني هي اسم ولا فعل ولا صفة ولا إيه بالظبط؟ there was an emergency in the neighboring villa، كان هناك حالة طوارئ في الفيلا المجاورة. المجاورة دي وصف للفيلا، يبقى دي كلمة نيبورينج صفة، يبقى تختار ان ادجكت على طول. Which of the following would be the best topic for an argument؟ argument يعني جدال. يعني ايه جدال؟ انك انت بتقول الحاجة دي حلوة بس الحاجة دي وحشة، الحاجة دي طويلة شوية بس دي قصيرة، دي حديثة لكن دي قديمة. طيب مين في دول ينفع بقى في الارجيومنت؟ White is my favorite color، الأبيض ده لوني المفضل، ده وصف ملوش علاقة بالموضوع. Wars lead to massive destruction، الحروب تؤدي إلى دمار شامل ويموت الناس، وصف برضو. The new design is great، هي دي اللي فيها argument. أصل أنت هتقول إن التصميم الجديد ده عظيم، أصل التصميم ده محترم عن اللي فات، التصميم القديم كان عيوبه كذا وكذا، فأنت هنا بتعمل لي arguments. Supporting detail، يا مستر أنت قلت لي supporting details معناها إن الجمل اللي بيكون فيها أمثلة وشرح وتفاصيل وإحصائيات وكده، يبقى reasons على طول. طب سريعا سلسله من البراجرافات عن موضوع واحد، قلت لي قبل كده ان ده الاي سي اي سيجنال ووردز، ساعه ملمح سيجنال ووردز يا مستر انت قلت لي افكر في ترانزيشن على طول من غير اي كلام تاني، او اي كونكلود، يبقى دي اسمها كونكلوجن يا عم الحاج. طيب 49، when you think that the words of the other writer are too difficult، لما تكون بتقرا في حاجه وشايف ان كلام الكاتب ده متكلكع كده ومنتش عارف تفهمه، فانت بتعمل في ايه يا ترى؟ بتعيد صياغته، اسمها بارافريز. طب ليه مش سمرايز؟ سمرايز يعني يلخص، معناها ان انت فاهم اصلا الكلام وعملت تلخيص ليه.
وانت ما ينفعش تلخص حاجه ما انتش فاهمها، لكن بارافريز معناها ان هم 40 جمله في 10 جمل مش فاهمهم، احذفهم اعتبرهم مش موجودين وكمل. طيب اي سي از ا ستوري، انت قلت لي الموضوع قبل كده، ستوري يبقى ناريتيف. ندخل بعد كده على الامتحان اللي بعده ونكمل مع بعض يا شباب لامتحان تيست نمبر 4. اول سؤال، which sentence has correct word usage؟ الجمله اللي فيها استخدام صحيح للكلمات، فده معناه انك انت هتفلي الجمل دي لان في كلام مكتوب خطا. May was too tired to go to the market. May كانت متعبه جدا فما ينفعش انها تروح الماركت. وطبعا الجمله فيها في النص كما، so عشان so يعني so the others went there، ذهبوا الى هناك without her بدونها. الجمله دي صح. طب ليه صح؟ بص على الثانيه وانا افهمك بعدها. May was too tired، طبعا to دي المفروض تبقى تي او او، to go the market وبعدين كما عشان عيون so. ماشي، so the others went there. there دي يا شباب، there دي لازم يكون بعدها اسم، وzere دي صفة ملكية، فلما تقول لي there house يعني منزلهم، فطبعا دي غلط، وبالتالي اللي فيها there دي كمان برضو بايظة. طب رقم C to عايزين OO، يبقى كده بان الإجابة رقم A فعلا. الجملة رقم 44، the intended group، المجموعة اللي انت بتكتب لها full of readers، المجموعة اللي هتقرأ اللي انت عامله، المجموعة دي اسمها ايه يا ترى؟ audience اللي هي الجمهور. اه هي دي الإجابة. امال ايه subject؟ subject الموضوع، purpose الغرض. هو لما يقول لك the why، the why you write، يعني السبب في ان انت بتكتب ده اسمه ايه؟ ده اسمه البيربس اللي هو الغرض. 45 يقول لك which transition word، transition word يا عم زي كلمه so وكلمه in addition to وكلمه additionally وكلمه yet وبط، الناس دي اسمها transition words. وما تقلقش انا هديك جدول تحفظه كده وتبص عليه او تنقله في كتابك وخده معاك للامتحان. طبعا ده مش غش، اكيد انت فاهم. word you use to compare، عشان تقارن او تعمل مقارنه يعني النص. If the next paragraph presents similarity، الحتة دي اللي احنا عايزينها، لو النص اللي بعده بيبين لك تشابه بين كلمتين بين حاجتين، لو انت بتكون بتتكلم على حاجتين اتنين متشابهين، فهتستخدم كلمة soon اللي هي حالا، ولا so لذلك، ولا additionally بالإضافة إلى ذلك، ولا yet اللي معناها but اللي معناها however اللي معناهم ولكن. أكيد additionally أقول لك إن هو بص طويل كده وبيعمل حاجة تانية، وأقول لك أحمد بيلعب كورة ومحمود بيلعب برضه، فتشابهه. ايه اللي ترانزيشن وورد اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل كومبير او كونتراست ان ذا تكست؟ اف ذا نيكست باراجراف بريزنتس ديفرنس، لو الباراجراف اللي بعده بيبين لك اختلاف، فايه اللي ينفع؟ اختلاف يعني كلمه ولكن، فانا عايز كلمه بط، او عايز كلمه هاو ايفر، وعايز كلمه كمان اللي ينفع كلمه يت. مين فيهم في الاختيارات؟ نيكست بعد ذلك، لو انت بتعمل سيكونس تتابع. فرذر مور دي اخت اديشنالي اخت اند، ذيرفور لذلك اخت سو. طب هاو ايفر هي المطلوبه، يبقى دي الاجابه. ويتش وورد بير از ذا كوركت يوسج فور ذا، يعني ايه الكلمتين اللي هتحطهم في النقط دول؟ من الاخر، سما سيد شي كود ايه كوت ذا ترين، انت اكيد عارف كود والباست بارتيسيبل، فعايزين في النص هاف، سيبك من الاختيارات ما تبصش عليها. اف يو اف يو هاد بيكد هير اب ذا ادرس، بقول لك سما قالت ان هي كانت هتلحق القطار لو انت خدتها على العنوان ال ايه، رايت اللي يعني يكتب، ولا رايت اللي يكتب، ولا رايت الصحيح او السليم، يبقى انت عايز رايت اللي معناها صحيح او سليم اللي هي دي، يبقى انا عايز هاف وعايز رايت، يبقى هاف ورايت نمبر بي صح. هاف رايت، لا دي رايت يكتب، احنا عايزين هاف ورايت اللي احنا كتبناها، انا اخترت كده غلط. نمسح دي تاني كده، انا مستعجل شويتين ثلاثه عشان ما اتكترش في الفيديو يا شباب. رقم سي الاجابه الصح زي ما كتبنا هنا، رايت اللي هي معناها صحيح او صواب، وهاف. 48 بقول لك a text about a person's life، النص اللي بيتكتب عن حياه شخص، written by the person who lived that life، مكتوبه بواسطه الشخص اللي عاش الحياه دي، بنسميه autobiography. بص خد بالك، النص المكتوب عن حياه عمر، اللي حياه اللي عاشها عمر نفسه اسمها autobiography. طب لو قال لك نص مكتوب عن حياه هيثم بس كتبه طالب اسمه عمر، يبقى ده اسمه biography. biography سيره ذاتيه شخص عن اخر، لكن autobiography شخص كتب عن نفسه. طه حسين قبل ما يموت كتب سيره حياته، فدي اسمها اوتوبيوجرافي. طب طه حسين مات وبعدين جه واحد كتب سيره حياه طه حسين، فدي اسمها بايوجرافي. If you are reading a text that outlines how to use your new kitchen blender، لو انت اشتريت خلاط جديد وبتقرا في نص بيوضح لك عن صور وارقاء وخطوات للاستخدام وازاي تستخدمه، وخد بالك وانت بتستخدمه اعمل كذا وما تعملش كذا، النص ده argument؟ لا مش argument، لانك ما بتقنعنيش بفكره معينه او ما بتقارنليش بين حاجتين. طب advertisement اعلان، الاعلان ده لو انت ما اشتريتش، طب اقول لك انت بتقرا نص عن ازاي تستخدم الكيتشن بلندر اللي انت اشتريتها. ثانيا الاعلان ده بيكون بيقول لك ان الحاجه دي موجوده في المكان الفلاني وهكذا. طيب يا ترى اكسبوزيتوري، اكسبوزيتوري دي زيها زي الديسكريبتيف،
يعني بيكون وصفي، ولكن هنا المفروض انفورميشنال واكسبلاناتوري، بمعنى بيديك معلومات ازاي تستخدم الحاجه دي وتركب القطعه دي فين وبعدين خطوات، يبقى دي انفورميشن. 50 ايه من دول هاز بيرفكت بانكتويشن، ايه الجمله اللي فيها ترقيم سليم في دول؟ هي كولد ذم 3 تايمز نو وان انسرد. ما تيجي نفكر كده الموضوع ده عايز ايه بالظبط؟ هو اتصل بيهم 3 مرات ولكن لا احد رد. في كلمه ولكن في النص، انت عارف ان كلمه بط وقبلها كومه، واي حد زيها بيجي قبله كومه، انت ممكن تجيبها زي ما هي او انك تشيلها وتحط لي مكانها سيمي كولون. فهنا هنا في الجمله مديني الكولون فده غلط. انت قدامك اختيار من اتنين يا عم، يا تجيب لي بط وقبلها كومه، يا تجيب لي سيمي كولون. ما تجيبليش بط من غير كومه خالص، ولا تجيب لي سيمي كولون وبط، يعني واحده من الاثنين دول. طب الجمله اللي بعدها ما جابش حاجه خالص فكده بيهزر. طب اللي بعدها اداني كومه برضه بيهزر. عايز تاخد تستخدم كومه هتقول لي كمان بط معاها، معلش. طب السيمي كولون يبقى رقم دي اللي صح. وبكده يبقى خلصنا الامتحان الرابع يا شباب، وانتوا ابطال، وتعالوا ندخل على الامتحان الخامس. اسئله الامتحان الخامس، وده اخر امتحان في الفيديو، استحملني معلش. وما دام انت وصلت هنا يبقى انت بطل. Which word bear is the correct usage for the context of this sentence؟ يعني من الاخر كده افهم ان هو عايزك تستخدم كلمه هنا وكلمه هنا من الاختيارات. That من غير ما نبص على الاختيارات طبعا هنحاول نفكر. That apple cake recipe has not ingredients، اسم جمع. فهروح انا شايل كلمه لس يا مستر عشان لس، وكمان لس دي باظت ليه؟ عشان كلمه لس يا مستر ما تجيش مع اسم جمع، المفروض لس بيكون بعدها اسم لا يعد. طيب has not ingredients not the chocolate، هو بيتكلم عن الكيكه والشوكولاته بيقارنهم، وبالتالي هنقول هنا فيو ولا فيور؟ ما دام في مقارنه يبقى فيور، وبعدين عايزه معاها زان، دي زن وابعد عن دي، يبقى فيور زان رقم ايه؟ يبقى الجمله اصبحت ذات ابل كيك ريسبي هاز فيور انجريدينتس زان ذا تشوكليت كيك. ذا مين ايديا اور سنترال توبيك، الفكره الاساسيه، وده سؤال مهم جدا ما شفتوش غير هنا في المعاصر، هو سؤال كويس. ذا مين ايديا، الفكره الاساسيه او السنترال توبيك او الموضوع الاصلي المركزي اللي في النص ده بنسميه السيم. يقول لك حتى ايه السيم اللي انت بتحكي عنه؟ ايه الموضوع اللي بتحكي عنه؟ مود is the best defined as. قبل ما احل السؤال ده عايزك تفهم ان مود دي معناها ايه. انا بقرا في قصه دلوقتي، القصه دي تراجيديه، يعني البطل مات والبطله اتعذبت بعده واتبهدلت وما عرفتش تعيش وكده، فبعيط على طول. فالمود اللي وصلني ان القصه دي محزنه. طب لو القصه كلها نكت وافلام وضحك وكده فانا بضحك، فالمود هو الانطباع اللي انا باخده من القصه. بيقول لك بقى مود ده ممكن نعرفه بان هو the emotions evoked in a reader through the text، هو ده المشاعر اللي بتنبعث في القارئ خلال النص. اه طب ليه مش رقم بي؟ لان بيقول لك الحاله المزاجيه او الاتجاه اللي المؤلف بياخده. بحضرتك المؤلف ملوش علاقه بالموضوع، المود ده مودي انا، انا القارئ. طب رقم 46 A conclusion paragraph should do all the following except. الكونكلوجن باراجراف لازم يعمل كل دول ما عدا، تعال نشوف كده رقم دي، عيني نزلت عليها الاول. Suggest a new topic، يقترح لك موضوع جديد. ممنوع ممنوع نقدم اي جديد في الخاتمة، الخاتمة حضرتك ما بيكونش فيها أي شيء جديد. يعني نيو توبيك يبقى تستبعدها على طول. إزاي يعني؟ أنا بحكي عن مثلا الحضارة المصرية القديمة وعمال أحكي أحكي، والآخر كده أقول لك فرنسا وإيطاليا وأمريكا، مال دول والحضارة المصرية القديمة يا عم؟ لكن أنا عايزك تفهم الكونكلوجن بيكون فيها فعلا ريفيو للمين بوينتس، بتكتب المين بوينتس تاني في بريف سامري بملخص، وبتعمل ريستيت زي ما اتفقنا للسيسز عشان إحنا قلنا بتيجي مرتين في الانترودكشن وفي الكونكلوجن، وبتوفر للقائد ده القارئ something to think about. انت بتحكي لي عن الحضاره المصريه القديمه وما اعرفش ايه، وفي الاخر ممكن تروح سائل do you think that there is any similarity between the ancient Egyptian civilization and any other civilization، هل تعتقد ان في ارتباط بين الحضاره المصريه واي حضاره تانية، وتختم على كده. فهو هيبدا يفكر، وبكده ينفع رقم سي تنفع معانا، يبقى اي بي سي كلهم صح. وهو بيقول لك ايه ما ينفعش يكون في الكونكلوجن، يبقى رقم دي. يا رب السرعه دي ما تكونش غلط عليك. If you are reading a text that starts with events happening in، بقول لك انت بتقرا في مقال حلو، المقال ده بقى بيحكي لك عن احداث بدات في 1940 مثلا، وبعدين 1950، وبعدين انتقل ل 1960، يبقى ده ترتيب زمني اسمه كرونولوجيكال. كرونولوجيكال ده معناها ترتيب زمني، امال سبيشال دي معناها ترتيب مكاني. لما اقول لك ان حاجه حصلت في مصر وبعدين انتقلت الى السودان وبعدين جت راحت على الهند وبعدين، يبقى ده سبيشال. To help the reader follow the writer's train of thought and understand the argument or claim being made writers use، عشان نساعد القارئ انه يفهم اللي بيحصل في النص، الكاتب بيستخدم transition words. ايه transition words ديت؟ transition words دي اللي هي الكلمات اللي بيقول لك and after that but وهكذا. طيب بعد كده رقم 49 a text that is organized by explaining the similarities، النص اللي بننظمه عن طريق ان احنا نشرح السيميلاريتيز التشابهات، وبعدين ننتقل للاختلافات
between two or more subjects. النص ده بنسميه problem solution. لا، problem solution بديك مشكله وحلها. sequential التتابع الزمني، تتابع. compare وcontrast هي رقم سي اللي تنفع. ليه؟ بقول لك هنا ايه؟ the similarities التشابه والdifference الاختلاف، يبقى في مقارنه، يبقى compare وcontrast. ايه من دول؟ perfect punctuation. اول حاجه سما loves drawing، احمد likes sport. اول ما تشوف جمله زي كده انت عارف ان الجمله اصلا كانت سما likes drawing، المفروض الجمله كده كما but احمد likes كذا. في بط وكما ممكن تحذفهم وتستخدم مكانهم سيمي كولون. حلو، مين في الاختيارات موجود كده؟ طبعا دي كما فغلط، دي سيمي كولون يبقى رقم بي اللي تنفع، دي ما جابش حاجه خالص وروق دماغه فغلط، ودي جاب لك كولون فغلط، يبقى الاجابه كده رقم بي. اتمنى ان السرعه دي ما يكونش ارتكبنا فيها اخطاء، فلو انت لاحظت ان في اخطاء انا عملتها في الحاجات دي او في حاجه انت حابب تستفسر عنها شير لي بس الرقم الجمله تاني وانا هبص عليها واقول لك عليها واشرحها لك تاني بالتفصيل. اتمنى لكم التوفيق. عافر ما تنامش، انت في الامتحانات اخرك 6 ساعات يا برنس، ما تكترش عن كده، عايز تركز كده وتتابع. ان شاء الله كل يوم هننزل فيديو فيه اسئله رايتنج من 5 امتحانات لحد ما نخلص ال 24 امتحان. كل يوم هننزل امتحانين من امتحانات ال 20 امتحان البوكلت اللي هو لسه نازل مؤخرا ده، وهننزل برده كل حاجه، وهعمل لكم جدول هنزله على جروبات التليجرام وهنزلها على القناه برده بحيث تكونوا عارفين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اوعى تنسى تعمل لايك.